ما تغيرش إجابتك جوه الامتحان من غير سبب واضح أرجوك. سبب واضح يعني طلعت قريت السؤال غلط، طلعت شفت رقم مكان رقم، كلمة مكان كلمة، طبعا غير. غير كده ما تغيرش إجابتك، خاصة لو بتمتحن بنظام الام سي كيو أو الاختيار من متعدد. ليه؟ لأن احنا في امتحانات الام سي كيو بنختار بطريقة من ثلاثة. الطريقة الأولى الاختيار المباشر، يعني أنا قريت الأربع اختيارات فيهم واحد واضح قوي بالنسبة لي إنه هو صح فاخترته. الطريقة الثانية بطريقة الاستبعاد، مفيش واحد واضح قوي إنه هو صح بس في ثلاثة واضح قوي إنه هم غلط، مش تابع موضوع السؤال أصلا، فبختار الرابعة. الطريقة الثالثة بقى لا عرفت بالاختيار المباشر ولا عرفت بالاستبعاد، فاحتاج تفكر شوية. مخي استخدم نوع تفكير صحي اسمه الراشنال ثينكينج. راشنال ثينكينج يعني التفكير العقلاني، وطلع إجابة. أسكت أنا هنا بقى؟ لا، يروح مخي يقول لي فكر تاني، أكيد في مؤامرة، أكيد الموضوع مش بسيط كده. تاني مرة دي اسمها إيه؟ أوفر ثينكينج. غالبا اللفتين الزيادة دول في مخك بيخلوك تشطب الإجابة الصح وتختار الإجابة الغلط، فتبقى ضيعت الدرجة وضيعت وقت الامتحان.